أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، مستمعينا الأعزاء، على بركة الله وحفظه نتواصل نستمر معكم بهذه الأشواط الصباحية. ها هو الشوط السادس ينطلق بهذه اللحظات، وهو شوط خاص بفئة الجعدان لسن الحجايج، ومسافتنا هي 3 كيلومترات. تتنافس في هذه الشعارات على البركة. نسير إلى البداية ونعلن عن أول المراكز وأول المنطلقين على مقدمة هذا الشوط. شاهين مع المركز الأول متابعين الكرام، لعبيد بن محمد بن ضبيعة من يقدم شاهين على المركز الأول، ويسير بهذا التحدي الرائع. بينما المركز الثاني يتقدم مودع بهذه اللحظات لسيف بن علي بن كليب، يأتينا بثاني المراكز. والمركز الثالث بهذه اللحظات يتقدم مياس لحميد بن محمد الزرعي. والمركز الرابع أرى هنا بهذه اللحظات يأتينا معروف لمحمد بن نتيجة أيضا بن خفية من ينطلق بالمركز الرابع. والمركز الخامس يتقدم شاهين بهذه اللحظات لسعيد بن عبيد بضبيعة. هذه الخمسة المراكز الأولى، نكتفي بهذا العدد ونعود مرة أخرى، نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول ونعود إلى مقدمة الشوط لنتابع موادع إلى البداية. بدأ يسير إلى المركز الأول ليودع المراكز الأولى، لينطلق بهذا الأداء الرائع بشعار سيف بن علي بن راشد بن كليب، من ينطلق بالمركز الأول يتقدم بو محمد بهذا الشوط الرائع. بينما المركز الثاني شاهين المملوك لعبيد بن محمد بضبيعة. والمركز الثالث الواصل بهذه اللحظات هنا ملوح عامر بن سلطان بالعامري هو القادم على المركز الرابع. والمركز أو لملوم على المركز الرابع متابعين الكرام بشعار بالعامري. والمركز الخامس هذه الأسماء المتقدمة، هذه الأسماء المنطلقة، ولكن نحن نتابع موادع مع المركز الأول مع لوحة 1200 متر. يودع المراكز الأولى، ينطلق بهذه السرعة، ينطلق بهذا الأداء الرائع، بهذه الحركات الجميلة بهذه الفترة الصباحية. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء. لا صرح في الشوط، منه يخافون، ياكل عليهم جو في كل كادر. هذا هو مشاهدين الكرام، موادع إلى الأمام، موادع إلى المركز الأول، موادع مع ممثل المدام الدايم سيف بن علي بن راشد بن كليب. الله عليك يا أبو محمد على هذا الأداء الرائع، على هذا الأداء المتميز. مشكور يا أبو محمد لتقديمك هذه النوعيات، لتقديمك هذه الأصايل، لتقديمك هذه الماركات الممتازة بهذا الميدان الرائع. كما تعودنا دائما هذا الشعار الرائع بهذا الميدان وكل الميادين بهذا التحدي الرائع. المركز الثاني أرى أيضا مع المركز الثاني نملوم لعامر بن سلطان بن عامري، ولكن خلاص موادع خلاص ما يلحقونه. يتقدم بهذا الأداء الرائع والأداء المتميز. والنقطة الرابعة السوبر هاتريك يغادر من هذه اللحظات إلى المدام عصاف الأبطال، ما تحركت إلى هذه اللحظات بدون أي أوامر تذكر إلى هذه اللحظات. ما يحتاج الأوامر من طيف أصله وأصله. سلام يا أبو محمد، سلام يا المدام، سلام على هذا الأداء الرائع والأداء المتميز اللي يقدم موادع بالمركز الأول. يقوم راس وينتهي راس، تهانينا. وانتاج موادع بعيره ايضا، هذا الانتاج القوي ايضا اللي دائما نتعود عليه بهذا الميدان. سلام يا محمد، سلام، جود مورنينج يا المدام، واسعد الله صباحكم بكل خير. على عصاف الابطان الى خط النهايه لم يعني تطلع من الابطان. سلام ابو محمد، سلام، واسعد الله صباحك بكل خير، تهانينا والناموس على هذا الانتصار الرائع. المركز الثاني متابعينا الكرام، نتابع المركز الثاني لملوم عامر بن سلطان بالعامري من وصل مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث يصل شاهين لعبيد بن محمد بضبيعة. والمركز الرابع الذيب لسالم بن محمد بضبيعة. هذه المراكز الأولى، وأعود مع التوقيت الزمني
التوقيت الزمني 4 دقائق 42 ثانية هو التوقيت الذي صاحب لم